وفيما يستمر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله والحديث ومصادقة رئيس الأركان الإسرائيلي هيرسي هاليفي على خطط توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية أن هناك العديد من التفاصيل المعقدة في مسودة التسوية التي تبادلتها كل من واشنطن وتل أبيب وبيروت بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، وأبرزها سياسة الإنفاذ الحاسم التي ستمنح لإسرائيل بتحييد التهديدات بالقوة إذا فشل الجيش اللبناني في التحرك. ووسط هذه الأنباء المتضاربة ما بين التصعيد والتهدئة، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في تطبيق الاتفاق. نستمع. أعتقد أن هناك تقدما معينا بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، والعمل على هذه القضية جاري مع الولايات المتحدة، ولكن التحدي الرئيسي يكمن في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه. قوة الحزب تقلصت بشدة وجرى تدمير غالبية قدراته الصاروخية، مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا، وبالنسبة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقبلا، أعتقد أن هذا ليس أمرا واقعيا. اليوم ستكون دولة حماس. ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. دكتور خالد، أهلا بك في غرفة الأخبار معنا الليلة. الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار، هل تعتقد أن هناك فرصة جيدة لذلك في هذه المرحلة؟ مساء الخير شنطال للمشاهدين والفريق العامل. بالطبع هذا الاتفاق لا يزال افتراضيا، هناك حديث لم يكن موجودا بالكامل، لا يزال الجانب الإسرائيلي يصعد في مواقفه ويمارس الأعمال الضرب والقتل، وحتى مصادقة وزير رئيس الأركان على توسيع العملية، ووزير الدفاع يقول بأنه لن يستطيع إنهاء الحرب طالما لن تحقق هذه الحرب أهداف إسرائيل. بالمنطق هو هذا الاتفاق الذي نسمعه وهو اتفاق افتراضي، هو اتفاق استسلام بكل معنى الكلمة، وأن انسحاب القوة العسكرية لحزب الله خارج الليطاني يعني أنها رضخت للشروط الأمريكية وبالتالي الشروط الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل ستفرض كل توجهاتها من خلال القرار 1701، وهذا 1701 أصلا معمول بال2006 من أجل تطبيق قرارات دولية لحماية السيادة اللبنانية، ومن هنا تعزيز موقف الأمريكي الذي يريد تطبيقه مع تعديلات، وهذه التعديلات الذي يشار إليها هي لجنة مراقبة يعني بما تريده إسرائيل لتنفيذ هذا القرار من نشر الجيش والقوات الدولية وضرب القواعد العسكرية التي يتمتع بها حزب الله في منطقة جنوب الليطاني. طب دكتور خالد، أعتقد أن هذا الاتفاق هو شراء للوقت. نعم، شراء للوقت، ووصفته بأنه اتفاق استسلام إن حصل حقيقة، لكن بدي أسألك بالجانب الآخر، أي مخرج للبنان لليوم تم تدميره بشكل يعني كامل للكثير من المناطق الجنوبية الحدودية وحتى مناطق داخل العاصمة اللبنانية؟ نتساءل اليوم لبنان ما الذي يطلبه؟ إن كان هذا الاتفاق أو أي اتفاق وقف إطلاق نار في هذه المرحلة يعتبر أو يعد استسلاما للبنان؟ هذا من جانب الطرف الإسرائيلي، وبالتالي الإسرائيلي يفرض شروط ليس على الدولة اللبنانية، وهو يفرض شروط على حزب الله، وهذا يعني استسلام ليس للدولة اللبنانية، هو استسلام لحزب الله. أما ما نريده اليوم وما يمكن مطالبة به هو وقف إطلاق النار اليوم قبل غد، وغد قبل اللي بعده، لأن من مصلحة لبنان إنهاء وقف إطلاق النار من خلال بلورة موقف لبناني جامع يؤكد على السيادة اللبنانية، وهذه السيادة اللبنانية التي تنطبق عليها التوافق الداخلي
وعلى حزب الله أن لا يشير بأن الميدان سيحدد وإيران ستحدد، وإيران بالنهاية ترسل رسائل على الدولة اللبنانية هي القول ماذا تريد، وهذا القول الذي يجب. وهل يحصل ذلك اليوم دكتور خالد العسي؟ حتى هذه اللحظة الحزب هو من يهرب إلى الأمام، الحزب هو من لا يزال يطلق الصواريخ من الجبهة الجنوبية، وبالتالي اليوم ملفت جدا حديث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن أنه المجتمع الدولي بإمكانه أن يساعد في ضمان مستقبل لبنان كدولة حرة، دولة حرة. استخدام هذا التعبير من قبل إسرائيلي، هو يقول يريد أن يكون لبنان هذه الدولة الحرة وليس وكيلا لإيران. حتى هذه اللحظة كيف يمكن وصف لبنان؟ يعني للأسف شانتال، هذه حقيقة، وما يتذرع به وزير الخارجية الإسرائيلي هذا يجب كان على الحكومة اللبنانية أن تأخذ موقفا جادا، وهي التي يجب أن يكون لديها الموقف المطلوب لتدعيمه مع المواقف العربية والمواقف الأوروبية والدولية بما فيها الموقف الأمريكي الذي لا يريد توسيع رقعة الحرب، وأن لا يترك اليد ويغيب عن المسؤولية طوال 11 شهر ويترك الأمور لإيران لكي تتحكم بالساحة اللبنانية وتصبح مكان صراع ما بين إيران وما بين إسرائيل، وتدفع الدولة والشعب اللبناني كل هذه الإمكانيات. الدولة اللبنانية اليوم التي تطالب بتنفيذ وتطبيق القرار 1701 هي ليست جادة فعليا، لأن القرار ليس بيده، وبالتالي حزب الله وإيران لا يزالوا يدعون المجتمع الدولي والعالم بأن الميدان سوف يحدد مصير التفاوض القادم، وكأننا يعني نعيش لحظة يعني أساسية في مسألة الصراع الإسرائيلي الإيراني على الأراضي اللبنانية، باعتبار أن لا وجود للدولة، لا تستطيع أن تحدد ما تطلبه، وأن لا تستغل هذه المبادرات العربية، لأن الدولة اللبنانية بما فيها هي دولة يعني سياسيين لا يثق، لا المجتمع الدولي لا يثق بهم، وبالتالي أي موقف هو موقف غير جاد، وبالتالي هم يحاولون تدوير الزوايا والالتفاف على كل القرارات الدولية. بالفعل يعني للأسف، وبالوقت اللي يتم الحديث عن كل هذه الأمور، الجانب الإسرائيلي تحديدا وزير الدفاع يؤكد أنه إسرائيل ستستكمل هذه الحرب حتى تحقيق أهدافها، وهي تتضمن نزع سلاح حزب الله، دفعه إلى وراء نهر الليطاني، وإعادة سكان الشمال. حتى هذه اللحظة الأهداف نفسها لهذه الحرب إذا ما انطلقنا من ما تريده إسرائيل. ملفت جدا أيضا كلام اليوم محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، أكيد تبعته، هو اللي أكد أنه إسرائيل لم تتمكن من السيطرة على قرية لبنانية واحدة، وحذر من فك الارتباط بين الجيش والمقاومة. خلينا نستمع لما قاله. بعد 45 يوما من القتال الدامي، وخمس فرق عسكرية ولواءان، و65,000 جندي على الجبهة الأمامية، ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة. وأعود وأؤكد أن لدى قواتنا في الخطوط الأمامية ولدى مجاهدين البواسل ما يكفي من السلاح والعتاد والمؤن لحرب طويلة نستعد لها على كافة الجبهات. خطاب حزب الله لم يتبدل دكتور خالد العزي، بل حديث عفيف هذه المرة عن لربما فك الارتباط بين الجيش والمقاومة بحسب تعبيره، شو اللي قصدوا بذلك؟ يعني لا أعرف، هنا عندما يشن حملة ضد الجيش وضد قائد الجيش ويحملونه المسؤولية عما حدث في البترون، وعند تموضع الجيش يقولون أن الجيش غير قادر وغير مسلح، واليوم يناقشون بأن إسرائيل لا تستطيع فك الترابط بينها وبين الجيش، يعني كأنهم من ميل يحاولون تفريغ دور الجيش السيادي من خلال
هذا الكلام، ومن ناحية تانية هم لا يرضون على عمل الجيش. نحن هذه المؤسسة في لبنان هي المؤسسة التي تحمي لبنان، وهي يجب أن تنتشر على كافة الأراضي اللبنانية، لأنها هي حماية للسيادة وللمكونات يعني التفاوض مع المجتمع الدولي. وبالنهاية الجيش هو يأتمر بقرارات سياسية، ومحمد عفيف يعرف أنه هو موجود في البرلمان وموجود في الوزارة، وبالتالي نحن لا نريد أن نقف وأن نتبلغ من إيران ماذا ستريد. نحن نريد أن نتبلغ من القيادات اللبنانية من الآن أن ننتج موقفا لبناني يحمي ما تبقى من المناطق اللبنانية التي تدك. أيضا نحن نعلم جيدا بأن 37 قرية مسحت في الحدود، وإسرائيل وهي لا تريد الدخول. وهنا يقول أن هذا الدخول هي لم تحتل أصلا، هي لا تريد الاحتلال، هي تمسح، هي تفرغ ديموغرافيا وتفرغ لوجستيا، وهي كأنها تعمل ملاعب فاضية من الناس من البشر. وكيف يقوم هذا التفجير الذي نراه بأعيننا في مناطق الحدود ابتداء من القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي؟ شكرا دكتور خالد، يعني للأسف انتهى وقت هذا اللقاء، لكن وصلت هذه الفكرة، وبطبيعة الحال كل ما نتابعه يشير بكل وضوح إلى هذه المخططات. خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية، هذه كانت قراءته الليلة من بيروت.